عسلامه عسلامه لله ربي يعاونك. عايشك لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك عايش. باش نحكيو اليوم على الحادثه اللي صارت في اللاك، عنف واعتداء على السيارات من قبل الافارقه جنوب الصحراء. والله هذه ظاهره معناها عجيبه ياسر، معناها يستغرب الانسان في بلاده، معناها عايش في الوطن نتاعو في الخريطه الجغرافيه نتاعو في بلاده في الوطن، معناها في الجمهوريه التونسيه، تونسي عايش في تونس، ويجوا ناس من برا معناها يحبوا يعملوا كما يحبوا هم، ويضربوا ويستولوا على الزخ الناس، ويتعدوا على الكراب ويضربوا عباد ونحو السكان تاع البنات، معناها ناس مجيشين. مانيش فاهم الدوله نتاعنا شنو دولتنا احنا، مانيش فاهم قاعد تجيب فاهم بالعاني، ثم ايادي خفيه قاعده تشجع فاهم على اللجوء الى تونس، وتونس ما باقي ساكته باقي، معناها لو كان جاو معناها كيفاش افارقه يجوا تونس انا يكسروا الكراب ويضربوا العباد وما يعملوا حتى شيء. السلبيين هذوما هذوما هذه عن استعمار، هذا باش يستعملونا راهو بالزايد، ما يخرجوهمش الا ما يستعملونا. وكان جاء تونسي عمل العمله هذيك راهو في الحبس. نعرفوا انه صار قرار الترحيل. قرار الترحيل معناها قاعدين نشوف فيهم كل شوية قرار الترحيل نفذوه. مسكين يا ولادي راهو مش معقول، يا ولادي راهي دولتنا خافوا عليها، يا ولادي غيروا على دولتنا، راهي مش تقولوا ولوا هاو عنصريين ما عنصريين، بالطبيعة أنا عنصري على بلادي. أنا كتونسي معناها نتشرف بتونسي نهزو حتى فوق كتفي، نعطيه ماكلتي، أما يجي إنسان معناها ماهوش الدول الكل على عنصرية، يجوا أفارقة من برا يا رسول الله، وذري صغار جاية مخلد رزاقهم مخلد ديارهم، قلت جاية هنا علاش؟ باش يسوتوا هنا بتونس. باش يسوتوا هنا علاش قاعدين يولوا يعرفوا هنا ويجيبوا بلاد هنا ويقيدوهم بلدي نتاع تونس باش يولوا عندهم إقامة، وكل مرة يجي يكون برا جو وبحر وهواء وفضاء قاعدين يجوا كل يوم. واش كاين الدولة نتاع الدولة نتاعنا ماهيش قاعدة حسب رأيك أنت العدد نتاعهم ما نقصش؟ العدد نتاعهم هو أنا هاني تو أنا ما نفرق رغم أنه فما برشا معناها راهو رفعوا برسك 700 أنا سمعت بها 700 بيرسون معناها كي معناها 700 بيرسون أون تونس 700 سمعت ولا 600 ولا والله فهمت يجيك معناها حتى 300 حتى 300 بيرسون 400 بيرسون ما يساعدناش هذوما جايين لغاية يحبوا يستوطنوا في تونس يحبوا يشتروا هما ديجا واش قالوا في المدة اللي فاتت وقت اللي ضربوا الكراب وكسروها معناها ناس بنديه هذوما ما نجمهمش قالوا انتم تونس ماكم اسلاميين اعتداء بالحجاره وبالات حاده على مجموعه من المارة وتهشيم بعض السيارات من قبل الافارقه غريب كيفاش يجي واحد معناها افريقي من برا ترونجي على تونس ويضربنا ويسوتنا ويعطي ويكسرنا كرهبنا ونشفوا عليه في سارت هذه وين دولته وين السلطه نتاعنا وين هنا كان راك هكا نسال السلطه نتاعنا ضعيفه ضعيفه لاضعف دوله هي تونس كيفاش كان جانا احنا غاديك والله لما ياكلونا ماكله والله يعملوا روتية دجاج يعملوا وديجا قالوا احنا نعملوا كل شيء ومشاو معناها التجؤوا معناها للسفاره نتاعهم باش تحمام وقالوا لنا احنا انتم اسلاميين امشيوا للسعوديه امشيوا لايران احنا افريقيا نتاعنا احنا وهذا هو الراي نتاعهم هم ديجا عبروا به هم راهم يحبوا هنا باش يستعملونا وباش يقولوا احنا قاعدين نتعدوا لايطاليا يكذبوا كعبات يجوا 10 يتعدى واحد يقعد 9 هنا راهو مش الكل قاعدين يتعدوا معناها كلمه لغه هذه عملنا فيها باش احنا نقولها ماناش قنطره احنا ماناش قنطره يجوا يتعدوا علينا احنا عارف شوفين ويتعدوا الدنيا غلات منهم هما الخدمه منهم قاعدين يخدموا تو قاعد يخدم في الفريب وقاعد يخدم في, 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 في التجاره باش يخرج هذا ما عادش يخرج دولة اشكينا على كذا ما ثم حتى رد يحكي ويقولوا باش يخرجوهم وباش كذا ما نفذوش الامر اللي قاعدين يخرجوا توما اكل قاعدين يقراوا تو اللي قاعدين يقراوا هما قاعدين يخرجوا بالنسبه للاخرين ما يخرجوش بس تمشي ولا تقوي انت معناها عندك مشكله مع الافارقه اللي موجودين بدون وثائق رسميه وبدون اقامه بدون وثائق رسميه حتى بوثائق رسميه ما تساعد بلادنا صغيره يا اخي جا يقرا داكورد جا يقرا باش يقرا يمشي على روحه اما الناس هذوما باش يجيو ينجم يعملوا لهم عندنا ايادي خفيه قاعد تعمل لهم اوراق ويجيو صوتنا هنا ما ساعدناش خير الكارت يقول فيك نتاعنا صغيره يعني انت تحب تقول انه فما شكون يدعم فيهم فما شكون يدعم فيهم بحيث الناس هذوما راه ما يساعدوناش مهما كان ما يساعدوناش يجي باش يقرا روحه ويمشي وثاني حاجه يجيو بوثائق رسميه باش نعرفوا شكون وفين نسكن وشنو اللي عنده كذا وشنو سوابق وشنو كذا ويقعد المدة هذيك معناها هو حسب الدولة ايش تعطيه فهمت اما هذا مكثوا علينا تو الدنيا علاش الدنيا غلات الدنيا غلات مش الحاكم غلاها الدنيا هم اللي غلاها الدنيا
احنا والله كنا في خير لبس علينا، كنا في خير. خلى الانتاج تاع تونس يكفي تونس، الانتاج تاع تونس كان يكفينا والحمد لله، كان كل شيء موجود، لان الانتاج تاع تونس قليل والشعب تاع تونس قليل، معناها يكفينا. وقت التو الانتاج تاع تونس ولت 10 فرق هنا 10 دول، لكن واحد ياخذ 10 كيلو، واحد 5 كيلو، واحد ما عندناش نختاريه، مثلا اللحم والخضره والعظام وبرشا اشياء معناها تاع التغذيه، معناها نختاريه، لخاطر ولت معناها مخطوفه، ولت معناها الناس تجاره، يجب تجي باش نختار لك الحاجه هذيك، ولت عزيزه. نحكيو على اعمال الشغب، ما كيف الحادثه اللي صارت اخر مره؟ الحادثه اللي صارت اخر مره هذيك ما تتورخ هذيك. ولا تتورك، انا كمواطن عادي كل شيء كي نسمع كاكا في بلادنا، يا في بلادنا معناها نضربوا في بلادنا وتكسرنا كرمنا في بلادنا، معناها نستغرب كيفاش في بلادنا، معناها في تونس يضربون، معناها يضربون اجانب في بلادنا، لان ما ثماش معناها ردع، لان مش ملوجين عليهم، يجوا يقولوا انا باش نخرجهم كذا، يشوفوهم يمشوا ويجوا ما يكلموهمش، احرار ولا بنديه، هذا مو ناس بنديه جايين لغايه، جايين لتونس هنا الشغب هذا، معناها ماهوش، معناها التونسي مش محمي في بلاده، التونسي مش محمي في بلاده، التونسي مانيش محمي، اش عملوا لهم انتم؟ اش عملوا لهم؟ كرهبة تكسرت وكذا، في الجرائد مكتوب وكذا، وحتى ثم اذاعات ما يجبدوش عليها، كان الراه ثم اذاعات ثم قنوات ما يجبدوش عليها، نورمالمون يجدوا على الحفلات، يجدوا على كذا وكذا، هم سايبينهم. مش عامله هذه، مستحيل عامله في تونس، الناس تضحك، كان جاو في الجزائر خلوهم هكا، وكان جا في المغرب يخلوهم هكا، والله العظيم اللي متوقع عليهم. وين الرياضه ضعفت؟ تونس ضعيفه. ضعيفه تونس، الاراده نتاعها ضعيفه، قاعده ديما معناها تشوف معناها تخدم بالعاطفه، يا خويا ضرونا، هذوما بالاخر ضرونا، والله ضرونا، في كل شيء ضرونا، في الخدمه، في العمل، هكا تشوف يضربوا فينا في تونس، في تونس، كان واحد تونسي يكلم معناها افريقي راهو في الحبس تو. مش معقول هذا، كيفاش دوله تسكت الحكايه هذه؟ يجب ينفذوا معناها الحكم فيهم هذوما، ونقروهم في الجرايد وفي التلفزه، لازم نقروهم شنو عملوا لهم. احنا ما ساكتين على الحكايه هذه، ماناش ساكتين عليها، نضربوا في تونس معناها ما عندناش وطن، ما عندناش معناها اطارات عليا، ما عندناش رئيس جمهوريه، ما عندناش وزاره الداخليه، ما عندناش وزاره الشؤون الاجتماعيه. خطاب وزير الشؤون الاجتماعيه، وزير الشؤون الخارجيه مشى ايطاليا، علاش؟ يحتمل باش ثم يحتمل يقول له معناها باش يعطوك معناها هذا القرض لتلبينه وشد شويه فرقه عندك، ثم لعبه في تونس. والحكايه هذه تونس باش يستعملونا، اذا كان ما عملوش حل على قريب والله باش يستعملونا.